معلم جريوس. اهلين وسهلين. كيف حالك؟ والله الحمد لله تمام. متاهلا. قديش داب اليوم؟ بدك تبيع ولا بدك تشتري؟ بدي بيع. تفضل لك ان شاء الله. اكيد هدول الست الوالده وبعتك لحتى تبيعون عندي ما هي؟ ايه ورثه من اهلها. وصول المهنه لك ابني انه يكون معك وصل فيهم، بس طبعا انتم ما انكم غرباء. اهلا وسهلا فيك وسلمني على الست الوالده كثير تبقى. الله يسلمك. قديش الذهب اليوم؟ عيار 18 ب 12 ليره و3 فرنكات، وعيار ال 21 ب 14 ليره ونص. مرحبا عمي. اهلين يا عيون عمو. خلصتوني طوقي؟ اليوم ما خلصته طبعا خلصته. تفضل يا عمو. وهذا الطوق انتبه عليه منيح لانه مصنوع بطريقه ممتازه جدا. طيب وقديش كلف؟ ليرتين عمو بس، لانه غيرت القفل تبعه كان مكسور. شكرا. شكرا. اهلين عيوني، مع السلامة. معلم جوليوس برجع لعندك انا. لك شو ترجع ما ترجع؟ ايه شباب الروك اند رول. شباب صايع الله وكيلك. مرحبا. اهلين، مين حضرتك؟ يمكن انت ما بتعرفيني بس انا بعرفك، صفاء مو هيك؟ عفوا، انت منين بتعرف اسمي؟ انا رفيقه لاحمد. احمد؟ عن جد؟ يعني انت كنت مسافر معه بالخليج؟ ايه، انا الي اسبوع راجع، بس ما تقطع الجو هنيك، فقلت لحالي برجع لهون وبظبط اموري. واحمد كيفه؟ شو اخباره؟ زمان ما بعثت رسائل. أكيد أنت رفيقه بيكون حكى لك كل أسراره. شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، شغلة بدها قعدة، وقعدة طويلة. هيك لكان؟ على العموم أنا كنت حاسة من زمان إنه مشاعره كذابة. يلا منيح من حظك إنه انكشف قبل ما تتجوزوا. تعرف وائل، يا الله بعتك إلي مشان تنقذني باللحظة المناسبة. أنا كنت مخدوعة فيه لأحمد، مخدوعة. كان قلبي حاسسني قبل ما أسافر. والله طلع الشعر على لساني وأنا أقول له دير بالك يا أحمد، صفاء جوهرة ما بتتعوض، بس ما في حدا لحدا. ولك حتى لما كان هون كان عنده هاي الحركات. مرة كان عندي رفيقة اسمها سعاد. سعاد؟ تعرفها؟ سعاد ما غير رفيقتك؟ حكى لك عنا؟ يخرب بيته ما احقر وما اطار. هي سعاد رفيقتي كان يروح يشوفها من ورا ظهري. تصور. بعرف، حكالي بالتفصيل، بس ما قال لي انه هي رفيقتك. الجبان كان دايما يبعث لي رسائل وانا اقول له دير بالك يا احمد، سعاد مو إلك، عندك خطيبة بتقول للقمر قوم لأقعد محلك. بس عبس، كأني عم بحكي مع حيط. أنا الحق علي، اضرب. أنا شو غشيمة اضرب. كنت دائما أقول يا بنت لا تغلطي، هذا خطيبك وهي رفيقتك، لا تخلي الشيطان يلعب بعبك. محرم هالعيون يبكوا، ما بيستاهل واحد مثلها تبكي مشانه. ما بعرف شو بدي اقول لك. شكرا يا وائل، شكرا كثير لك. شكرا لأحمد لأنه هو سبب معرفتي فيك. حبيبتي. حبيبي. رح أعمل المستحيل لخليكي أسعد إنساني بالعالم. رح سخر حياتي لخليك أسعد رجل بالعالم. انتي احلى صدفه بحياتي. واخر صدفه. واخر صدفه.
بس ما في سفر على الخليج. حدا بيكون قاعد بالجنة وبسافر. خايف يكون هذا حلم واصحى منه. غمضي غمضي عيونك. معقولة بسرعة؟ ما عاد فيني استنى. يا الله يا صفاء، لو بتعرفي من ايمتى انا بحبك. واخيرا يا وائل انا الك وانت الي. بحبك بحبك. فراس يقبر قلبي ان شاء الله. دق لي التليفون، عم بنق علي تروح لعنده تعمل العمليه. لازم انتو فراس مشان الله يا ابو فراس، خلينا نروح لعنده، منه منشم هوايات نضاف ومنه انت بتعمل العمليه وبترجع معافى باذن الله مثل اول واحسن. شو بدنا نضحك على بعضنا؟ لك يا صفاء، راحت الصحه ما ضل بالعمر إلا كم يوم. ولا غلاظة يا وائل، لا تحكي لا تلحكي. معقولة تتركني لحالي؟ لكن معقول أخذك معي. هيد الشر عن قلبك وعن قلبي. صفاء بتذكري أول مرة شفتك فيها؟ طبعا بتذكر. يعني أنت عن جد حبيتيني ولا أخذتيني مجاكرة بالمخطوب أحمد؟ استغفر الله العظيم، لسه عم تحكي بنفس الموضوع؟ لساتك متذكره لأحمد؟ لسه ما نسيته؟ داويني حبيبي. أنا أخذتك إلك لأني حبيتك، ومو شكارة بهذا الدراب السخن أحمد مدري مين. الحمد لله الحمد لله يا ربي. وائل أنا حاسستك من أول ما مرضت، الله يعافيك. في شي بدك تقلي إياه وما عم تقوله؟ صح اللي عم حسه ولا أنا غلطانة؟ بدك تقلي ولا سر؟ بدي لك، بس خايف تزعلي. احكي وائل احكي، دخيلك بعد هالعمر ما في شي بزعل. بس هي كذبي، عمرها 35 سنة. يعني من اول ما تعرفنا على بعضنا؟ ايه. اول مرة شفتك محل الصاغة ما كنتي عم تصلحي الطوق، انتبهت لاسمك عليه، اسمها المخضوب احمد. ايه وقتها قلت لك انه انا رفيقه لاحمد، تتذكري؟ بتذكر. ايه انا ما بعرفه لاحمد، وبحياتي ما شفته. انا حبيت اتعرف عليكي، أنا اضطريت إبتي. بس والله بصراحة أنا لا بعرف أحمد ولا سعاد ولا بعمري سافرت للخليج، وكل شي حكيت لك يا كذب كذب. بس مشان الله سامحيني صفان. كذبت علي يا وائل. والله
والله ما كنت بعرف انه هالكذبه رح تفتح لي ابواب الجنه وتعيشني احلى ايام حياتي. شو ها؟ قلتي لي انك رميت الطوق بالزباله؟ ايه ما بقدر ارمي، هذا غالي على قلبي كثير. معناتها انت ما نسيتي احمد، ساعتك بتحبي. بك يا مجنون، هذا الطوق تبع ستي صفاء الله يرحمها. ايه هذا طوق ستي عطتني اياه قبل ما تموت، لانه ذكرى خطبت عليه جدي احمد الله يرحمه. جدك احمد؟ يعني ما كان عندك خطيب اسمه احمد؟ لا. يا حقيرة، انت عم تكذبي علي؟ شرفك مو احلى كذبه؟